السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مطبخي الصغير. كنتمنى تكونوا على خير. يومين ان شاء الله غادي نوجدوا لي فوندون وشوكولا، كيجيو رائعين. انتم كي كتشوفوا معايا مكونات بسيطة وإلا تبعتوا المراحل. والطياب ما كيبغوش الطياب بزاف، كيبغيو غير 10 دقائق مثلا في الفران تضو، كيجيو رائعين. ممكن نزينهم بهذه الطريقه وممكن نزينهم بطريقه اخرى، انا غنوريها معكم. ندير هنا شويه ديال لاكريم شانتيي، عندي واحد شويه ديال الكلاص اللي كان بقى ليا هو اللي غادي نحط. ممكن تقدموا معاه اي حاجه بغيتو. ها كما كتشوفوا انا غنحلها لكم. شوفوا كيكون دايب من الداخل. ممكن تزينو باللوز، ممكن تزينو بالشوكولات مذوب. انا غندير واحد شويه الشوكولات مذوب من الفوق. هنا كما كتشوفوا انا عندي هاد الصلصه. صافي، وهو الفوندون واجد. ندوزو ان شاء الله المقادير والوصفه. اول مرحله في الفوندون، عندي هنايا 10 سنتيلتر ديال القشده الطاريه اولا 100 مليلتر. عندي هنايا 50 غرام ديال الشوكولات مقطع. غادي نهز الكريمه. اول حاجه هي غادي نديرها فوق البوطه غير تغلى، نحسبها غلات وغنحيدها نحطها على نحط فيها الشوكولاط. ها نتوما كما كتشوفوا هنايا عندي الكريمه سخونه، غادي نلوح فيها الشوكولاط ونخليها واحد شويه عاد نحركها. هنايا نتوما كتشوفوا دابا غادي نحركو. صافي، من بعد ما تخلطينا مزيان غادي نجيبو هذا ديال الثلج اللي كنديرو في المكعبات ديال الثلج، غادي نخويهم فيه. غنحاول انني نبدا ندير شويه بشويه. هنا باش نشدو ليكيليبر، مغاديش نعمرهم بزاف باش ما يجونيش مربعات كبار. صافي، غادي نخلي عليه يبردو، تيبردو مزيان واحد شويه باش نغطيهم بالسلوفان عاد ندخلهم للفريكو. خصهم يتجمدو لينا مزيان على الاقل واحد 3 سوايع باش يكونوا مجمدين مزيان. بالنسبه للمرحله الثانيه، عندي فيها 4 البيضات. عندي هنايا 140 غرام ديال الشوكولات، عندي 100 غرام ديال الزبدة، عندي 60 غرام ديال السكر، 40 غرام ديال الفرص، 20 غرام ديال النشا. أول حاجة غادي ندوب الشوكولات مع الزبدة هما الأولين. غندوبهم هنا لأنني غادي نخلط فيه كلشي المقادير. هنا كما كتشوفوا من بعد ما ذوبناه نحاولوا انه يكون الطرفه كلهم دايبين مزيان ونخليوه غير يدفى واحد شويه عاد نبداو نزيدو باقي المقادير. دابا غادي نزيد السكر، من بعد غادي نزيدو بيضه بيضه.
من بعد غادي نزيدو الطحين ومايزينا، ندير واحد شويه د الملح، واحد طريقه د الملح شويه، وغنزيد الطحين نغربو. غادي نجيب الفوي باش نضرب به مزيان باش ما يبقاوش عندي هاد الحبيبات هكا. دابا غادي نزيد النشا، صافي كنحطو على الخليط هكا. دابا غادي نجيبو المول وغنخرجو هداك لاك الكريمة والشوكولات اللي درنا في الأول في الفريكو. تمام، بالنسبة للطوا فاش غادي نستعمل، أنا غنستعمل غير هادي نتاع لي كاب كيك ولا لي مادلين. لي عندو السيركل بغا يخدم فيه دوك لي سيركل ديال لي فوندون يخدمهم، سينو هادو كيجيو ساهلين ما كتحلوش معاهم. انا لي سيركل خصكم ديروا لهم البابي من التحت باش ما يخرج لكم العجين، هكا كتجي طريقه سهله. انا راه فرشت لهم البابي في القاع، دهنتهم شويه بزبده وفرشت لهم البابي. وبالنسبه لهادو ها هما، انا خرجت دابا غير وحده باش ما يذوبوش ليا دغيا، غادي نحيدهم غنحطهم في الزلافه. دابا غنخرجهم ونحطهم كل هنايا، هاد الكميه اللي خرجت الاخرى خليتها في الفريكو باش ما تذوبش. انا غادي نخرجهم هكا كلهم حتى نشوف واش باقي غيخصني ولا لا. هنايا كما كتشوفوا راه دغيا كيذوبوا، يعني خصكم تخدموا بسرعه باش كاش خليت انا وحده وخرجت اخرى وخليت وحده وخرجت وحده باش تبقى. بسم الله غادي ندوزو نعمروهم. انا غادي نعمرهم، ما نعمروش بزاف واحد شويه، وهذا ندون نهزو وحده ونحطو هكا في الوسط. انا غنوض هذا بالفريكو حتى نخوي نعمر كل شيء. هادو غنعاود نغطيهم، ما خصش الشوكولاته هكا يبقى كيبان لينا بحال هكا واحد شويه يغطي لينا. صافي انا غنكمل هكا نحطهم في الفريكو بين ما نكمل تعمر. هنا من بعد ما عمرتهم انتما كتشوفوا هذه الكميه اللي خرجت ليا. انا راه ما معمرهمش حتى الفوق، راه باقي واحد شويه فاش غيتنفخ غير واحد شويه انتما كتشوفوهم. دابا غندخلهم الفران. انتما كي كتشوفوا انا يلا خرجتهم الفران، ما تفوتوش ليهم 10 دقائق. انتما راه غنخليهم غير واحد 5 دقائق باش نلقى نحيدهم من المول، ما تفوتوش ليهم 10 دقائق. هانتوما غادي نحاول نسمعي شويه
تحيدو نجيب واحد التبصيل فاش نحط وحده هانتوما نرس وحده من هادو باش نحلها معكم تشوفوها هانتيا كتشوف هانتوما شتو كي كيبان ناهو كي كيبان شتو ندوزو دابا نحطوهم في الطبسيل ديال التقديم هنا هما من بعد ما حيدتهم من الطاوة كي قلت لكم ما تفوتوش لهم 10 ديال الدقيق وكيجيو رائعين هنا كل شي واحد اخر يبغيو يتكالو وهما سخان كتشوفو ممكن تدير لهم سكر كلاصي ممكن تقدمهم باي حاجه بغيتهم كنتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم ما تبخلوش عليا بتعليقكم والى عجبتكم قناتي ديروا جيم وشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وبارطاجوا مع اصدقائكم استودعكم الله